قل لأبنائك إذا سافرتم في السيارة والخط أمامك مد البصر، قل يا أولادي لولا الله ثم عبد العزيز ورجاله ما استطعنا نمشي في هذه الصحاري بهذا الليل أو في هذا النهر. أخبرهم عن هذا الأمن وعن هذا الخير، أخبرهم عن هذا التوحيد التي حتى الصحاري تتقلب وتعيش فيه وفي ظلاله. لكن للأسف بعض الناس يسافر مع أبنائه وهو يسب ويلعن في كل الوزارات على الطريق، وينتقد ويتنقص ويتذمر، لا يكاد يصل إلى وجهته إلا وقد شحن أبناءه بغضا وحقدا في هذه الدولة. وهذا مسلك وأسلوب من أساليب الجماعات والأحزاب التي تبغض الناس في هذا الوطن، ومن أوائلها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتي أخذت على عاتقها محاربة دعوة التوحيد منذ أن جاء حسن البنا إلى هذه البلاد وقال للملك عبد العزيز نريد أن نفتح عندكم فرع. فقال له الملك عبد العزيز فرع ماذا؟ قال فرع الإخوان المسلمين. قال كلنا إخوان وكلنا مسلمين. فعلم حسن البنا أنه أمام إمام ليس من السهولة أن يخدع، فعاد من حيث أتى، ولكنهم عادوا إلينا في الستينات والسبعينات بعد أن تصدى لهم جمال عبد الناصر وعلق لهم المشانق وفتح لهم أبواب المعتقلات، فروا إلينا في هذه البلاد واستقبلناهم بالإحضان. إحنا أهل كرم وأهل خير ونحب الخير ونحسن الظن، فاستقبلناهم بالأحضان، لكنهم عضوا اليد التي امتدت إليهم وأدخلناهم في الجامعات وفي المعاهد العلمية، فأدخلوا كتب حسن البنا والمودودي وسيد قطب إلى معاهدنا وجامعاتنا، فخرج جيل ناقم على هذا الوطن، مبغض لهذا الوطن، حاقد على حكام هذا الوطن. فالمسألة ليست مسألة أن يأتينا مثل هؤلاء ثم نسكت ونحاول أن ندمدم الموضوع ونغطي القضية ونحتوي هؤلاء، هؤلاء لا يمكن احتوائهم. أرأيتم أحدا يحتوي الحية؟ الحية لا تحتوى أبدا، لا يمكن، خلقت والشر فيها متأصل، ولو أحسنت إليها الدهر كله إن وجدت فرصة لدغت وقتلت. أقول هذه الجماعات تربي أبناءنا على بغض الوطن، وللأسف فإنها أصبحت ثقافة عند بعض الناس، قضية تبغيض الناس للوطن وحكام الوطن أصبحت ثقافة. وأنا سأضرب لكم بعض الأمثلة، نحن نجلس في بعض الاستراحات وفي بعض المناسبات، نجلس مع أبنائنا وبناتنا وقرابتنا، ثم في الغالب نطرح موضوعات عن البلد، في الغالب أنها سلبيات ونواقص وبعض المنكرات وبعض المخالفات. المشكلة تكمن في المعالجة، أننا نعالجها بطريقة فيها نوع من الشحن والبغض لهذا الوطن. الطفل يعيش، والطفلة والابن والابنة والأسرة يعيشون سنوات، 5-10 سنوات على هذا الطرح. أنا أسأل سؤال، الشاب الذي يعيش 10 سنوات في أسرة أو في مناسبات مثل هذا وهو يسمع سلبيات سلبيات سلبيات، نواقص منكرات منكرات مخالفات، أسألكم بالله، هل سيخرج هذا الشاب محبا للوطن أو مبغضا للوطن؟ والله لن يخرج إلا مبغضا حاقدا على الوطن. بعدين لا تجي تقول لي من وين جتنا داعش، داعش ما تعبت ولا وجدت من هذا مشقة، بل وجدت أبناء جاهزين شحنوا 10 سنوات 20 سنة في محاضن قد تكون بغير قصد، فوجدوا هذا الشاب مشحون ضد وطنه وهذا حاقد ضد وطنه، فأعطوه العملية الفلانية وينفذ جاهز، لا يتعبون في تربيته